دلوقتي. مدام سهام من فضلك ما ينفعش كده. بنتي فين يا سعد؟ وديت بنتي فين؟ انت جاي تسأليني على بنتك؟ طب انا هعرف منين؟ شوف يا سعد، انا نفذت كل اللي اتطلب مني وحطيت الجزمه ببقي وسكت، لكن اقسم بالله العلي العظيم لو بنتي جرى لها حاجه انا بحس. سهام، كل اللي انت عايزه تقولي قوليه. احنا ما بنخافش ولا بنتهدد ولا لينا دراع عشان يتلوي. ريم يا سعد، ريم ملهاش دعوه باي حاجه خالص. والبلوج اللي على الانترنت مش هي، مش هي دي فاطمه. لو فاكرة يا مدام سهام إن في حاجة بتستخبى علينا تبقى غلطانة. إحنا عارفين دور ريم كويس أوي في حكاية البلوك، بس كل ده كلام فارغ مش هيفرق معانا لأنه لعب عيال. عايزة تعرفي بنت كريم فين؟ كانت بايتة عند عزيزة من امبارح. عزيزة؟ وسهروا مع بعض في الديسكو وشربوا وهلسوا جامد أوي. ريم جاي، أنا جاي حالا. نصيحة يا مدام سهام، خلي بالك على بنتك وبلاش القعدة في العين السخنة. السخنة. صباح الخير سعادتك. حكاية البلوج ده زي حكاية زي دي تحصل وانت متعرفش بيه. عرفت سعادتك، بس معليك عارف ان الانترنت صعب السيطرة عليه. اتصل بوزير الاتصالات، اكيد الناس اللي عنده اليوم تصريف. تأمر سعادتك. اتفضل معليك. مش معنى انك كسبت جولة ان المعركة خلصت. بنتعلم من سعادتك والله. سهام كانت بتعمل ايه في مكتبك؟ اهلا يا سهام. بلا اهلا بلا زفت. ممكن مالكيش دعوه ببنتي خالص، انت سبب كل المصايب اللي احنا فيها. ماما مالكيش دعوه بعزيزه، انا اللي عايزه كده. لو سمحتي يا سهام اقعدي عشان انت كده بتظلمي. انا مش جايه بضايف. خشي غيري هدومك. يلا يلا خلينا نمشي من هنا حالا. نمشي نروح فين؟ انا مش ماشيه من هنا، انا قاعده مع عزيزه. يا ريم حرام عليكي، ده انتي صفيتي دمي. بكلمك طول الليل وما بترديش عليا، انا كنت هتجنن عشانك. كنت في الديسكو ومش سامعه موبايلي، وبعديها فصل شحن. في حاجه مهمه عايزه تقوليها؟ كنت عايزه اطمن عليكي. وبعدين ايه ديسكو دي؟ من امتى وانتي بتروحي الديسكو؟ انا مش صغيره، ما تشغليش نفسك بيا. مالك؟ يسر اللي واقفه قدامي. الله يرحمه. انسي بقى وعيشي.